الكتاب انه ما يقولوش عن نفسهم حاجات معينه. انا بقى بقول ان انا اصبت بالاكتئاب مرتين بشده، وبيقولوا محدش يعرف يعالج الاكتئاب كويس الا اذا اصيب بيه، ومحدش يعرف يكتب كتاب بروحه عن الاكتئاب الا اذا عرف يعني ايه اكتئاب، مش قرف او ضيق او حزن او زعل. أول مرة اللي ما يعرفش، أنا كان عندي حب شديد جدا أن أسلك طريق المسرح أو السينما، ولذلك لفيت حوالين كده للطب النفسي ورحت داخل في السايكودراما عشان أحقق أملي. وأبويا كان راجل مسرحي هاوي، ولكن كان عايزني أخد شهادة من كلية الطب أو كلية هندسة. فاللي حصل ان انا دخلت الى كلية الطب، فظل الصراع قائما معي ما بين اعدادي طب، كان في زمان اعدادي اولى وثانية وثالثة. في ثالثة بقى اشتد الصراع لان قربت اتخرج، فاضل رابعة وخمسة، فحصل لي نوع من الاكتئاب الشديد جدا اللي اضطريت ان انا اروح في للدكتور واخد دواء واقعد ثلاث شهور. الحمد لله يعني ايه ما عادش كتير، لكن المعاناه داخل سجن الاكتئاب والصراع معها لدرجه انك ما تقدرش تمد ايدك تاخد الكتاب كده، ما تقدرش تمد ايدك تاخد لقمه. وكان جاري في الاوضه اللي جنبي يعني في المدينه الجامعيه وقتها ذاك الفنان المبدع يحيى فخراني، لان احنا دفعه واحده. وطلعت لما تطلع من الاكتئاب بقى تطلع ايه؟ زي ما بيقول نيتشه، الضربة التي لا تقتلني تقويني، طلعت قوي. وبعد كده حصلت مظاهرات الطلبة
والحركة الطلابية المصرية العظيمة في 72 و73، والتي كنت من أحد زعمائها في جامعة عين شمس. فحصل أن أنا اعتقلت وقعدت 8 شهور في تاني مرة. تجربة السجن بقى نفسها كانت أجمل من تجربة الاكتئاب، لأنه السجن داخل المحيط بتاع الحياة والتفاعل مع ناس من أجل قضية اداني بعد تاني للحياة. مرة تانية وصلت فيها بالاكتئاب كانت مرة عجيبة، وكانت سنة 83 لما حصلت على زمالة الكلية الملكية للطب النفسي في لندن، وهي أعلى شهادة في العالم في الطب النفسي الكلينيكي. وكنت قد قاتلت، لأنه الطب النفسي اللي ما يعرفوش مرتبط بالثقافة، مرتبط بالإنسان، مرتبط بالجنس البشري. وأنا مصري قوي يعني لدرجة إن أنا لما ببقى في حتة ما فيهاش المصرية دي بتعب. فلما أخذت الشهادة قعدت كده مع نفسي قلت طب أنا أخذت الشهادة وطلعت يعني بعدين بقى. وأصبت بحالة من الاكتئاب الشديد جدا لمدة أسبوع. طلعت منها بأنني آليت على نفسي ان انا اخد كورسات ودورات تدريبيه واسافر لبلاد كتيره في لكي اصقل تجربتي في امور زي السايكودراما، العلاج بالمسرح النفسي، وزي التحليل النفسي، وزي العلاج النفسي بالحوار والعلاج المعرفي. والى ان جيت مصر في سنه 2000. أحب أحيي الناس اللي وقفوا معايا في الكتاب، مش بس الناس اللي اشتغلوا على الكتاب نفسه، الناس اللي هم اشتركوا في تأليف الكتاب، اللي هم يعني مش هقول أسماء بقدر ما يسمح لي ذلك الأمر، ولكن هقول برضو أنه الناس اللي تجاربهم أثرت هذا الموضوع خلتني أنتبه جدا. الفنان بيشوري ماهر موجود في الخلف، هو اللي عمل الغلاف وعمل الإخراج بتاع الكتاب، وله كل التحية. والهيئة التحريرية والفنية، الأستاذ أحمد فكري غيث أستاذ اللغة العربية بالنصر اليوم في التصحيح والمراجعة اللغوية، والمراجعة الإلكترونية الأستاذة هبة جمال أحمد، والتنظيم والصف الإلكتروني الأستاذة مروة فؤاد عبد الفتاح. زي ما قلت، الاكتئاب كمرض لا يمكن أن يعالجه أخصائي تنمية بشرية، عشان إحنا ابتدينا نشوف حاجات الحقيقة يندى لها الجبين خجلاً، عيب محدش يبقى درس مخ واعصاب وفيسيولوجي ويقعد في مكتب ويحط رجل على رجل ويقول له اشرب شاي، اشرب قهوه، كل كيك، ابتسم في وجه اخيك، اطلع بره، الحاجات العاديه دي، ويدعي انه قادر على علاج. انا بتكلم على علاج الاكتئاب. او ان حد من الوالدين يقول لابنه او بنته تعالوا فضفضوا لنا او تعالوا نشتري لكم هديه. لكن إذا كان الاكتئاب مرضاً لابد من طبيب نفسي متخصص لكي يعالج. الحالات اللي مذكورة في الكتاب حالات حقيقية من داخل عيادتي النفسية، شفت بحمد الله، لكن الأسماء والسمات والصفات مموهة حفاظاً على الثقة الغالية بين الطبيب المعالج والمريض المتعالج. في نقطة هنا جميلة، يعني أنا شايفها جميلة قوي. المريض بيتعب وبيعاني وبيدفع فيزيته وبيشتري دواء وبيخف. الدكتور بياخد ايه؟ هل بياخد الفيزيته بس؟ لا، كل حاله بتنجح بتديله طاقه روحيه ونفسيه كبيره جدا. انا كنت دايما اقول الجراح اللي بيعمل عمليه عشان يحقق مجد ويكتب في السي في بتاعه انه عمل 2013 عملية، لا يضاف اليه هذا المجد بقدر ما تضاف الى انسانيته انسانية اخرى بانقاذ مريض من الموت.
لذلك الطبيب النفسي بيأخذ من علاج مرضاه بقدر ما يعطي، فإذا أعطى وقتا ومجهودا وتمكن من الوصول إلى الإنسان في مرضه، إذا عالج البني آدم ورئيس المرض أخذ طاقة لا حدود لها، سعادة غامرة ليست بمعنى المجد الذي يحققه بشفاء مريضه، ولكن واقع النتيجة والانعكاس لهذا التبادل الإنساني الرائع. الشفاء مش معناه اختفاء الأعراض، النقطة دي كنا بنتكلم عليها تاني في التلفزيون، لأنه ممكن العرض كل أعراض الاكتئاب تزول، ولكن بذرته وجذوره تظل هناك فيرجع تاني يرد. في حاجات بتبقى كيميائية ودي بتستدعي علاج طويل، وفي حاجات بتبقى قناعات معينة ومسلمات علينا أن نصححها. أنا الحقيقة ناس كتير قوي حبت العنوان الجانبي اللي هو علشان ما تخيش في الحيطة يا كوتش. في ناس قالت لك يا عم الدكتور ده انت راجل كبير وعندك 64 سنة، في حد يكتب الكلام ده برضو؟ لكن مجمل الموضوع ان انا بقول اطمئن يا كوتش، هتتخلص من الاكتئاب ان شاء الله، ده اذا انت عايز، لكن اذا بتشاور عقلك لا ما ينفعش معانا الكلام ده، يعني لا تماحيك ولا تلاكيك ولا مقاومة، ده مش اعلان تلفزيوني رمضاني، لا ده دليلك، قنبلتك ضد الاكتئاب، انوي وقراه كويس وانت تفهم وتخلص وتخلص الموضوع. ماشي يا كوتش، باي. انا معظم كتبي ببدأها بما تيسر من القرآن الكريم ومن الكتاب المقدس، ولكن في يوم من الايام في إنسانة فقدت أولادها في حادث أوتوبيس مدرسي وقع في نهر النيل عند المنيا، اسمها الأستاذة سهير نجيب، بعتت لي الرسالة دي أو الاسم اسمي، قالت لي ما أنبل القلب الحزين الذي لا يمنعه حزنه من أن ينشد أغنية مع القلوب الفرحة، فحطتها في أول الكتاب. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لماذا يا نفس أنت منكسرة؟ الكتاب المقدس. سيفتح باب إذا شد باب، نعم وتهون الأمور الصعاب، ويتسع الحال بعدما تضيق المذاهب فيها الرحاب، مع الهم يسرا هون عليك، فلا الهم يبدي ولا الاكتئاب. الإمام الشافعي. من يضع يده على المحراب لا ينظر إلى الخلف. الكتاب المقدس. أنا أهديت إهداء خاص في الكتاب إلى حفيدتي، عندي حفيدة عندها 8 سنين وحفيدة عندها 3 شهور، لسه قبل ما أجي دلوقتي قعدت ألعبها وهم ليهم ضحكة كده ربانية، لما تضحك في وشك وتعمل الصوت اللي هو ما هوش لسه ضحكة وما هوش لسه بسمة، وانت تحس إن قلبك بيزقلق كده. إلى حفيدتي نادين وجود، وجود جاية من جود يعني أكرم. الحقيقة أنا بعتز جدا بالكوكبة اللي أنا أهدتها الكتاب، وهم حسب الترتيب الأبجدي رغم اختلافي مع بعضهم، أسامة حمادة، أميرة أبو سعود، حجازي بدر الدين، حسين عشري، سمية حسين، عبد العزيز فتحي، عصام الشربيني، كريم الأبشيهي، لمياء كمال، محمد يحيى، منى جابر، محمد دياب، محمد حسن، مينا ناجي، نانسي إبراهيم، هاني الششتاوي، وسام لؤي، وياسين أبو المجد، وكل كوكبة السيكوترا. أنا هتوقف عن الكلام لأن ما يصحش الواحد يبدأ يتكلم كتير كده، أنا مش عارف الأستاذ نادي ما جاتش ليه، فنفتح الباب للمناقشة. هو عموما الواحد بيقعد في حياته يعني علشان يحس ان هو يعني مبسوط يرضي اللي حواليه، ارضاء الناس غير مقدر، فده من كتر ما الواحد بيحاول يرضي اللي قدامه واللي قدامه ما بيرضاش، ممكن ده يولد عنده احساس بالاكتئاب. يعمل ايه علشان ما يحسش؟ مسألة ارضاء الناس غاية يعني صعبة جدا، فهو في اصطلاح انا عملته واجري على الله،
فتظن ان انا انسان بدعو الى الانانيه، اسمه الانانيه الصحيه والصحيحه. يعني ما تقوليش حاضر طيب نعم طول الوقت، ما تجيش على نفسك عشان خاطر الناس، لان انت كده بتاكلي من طاقتك. لازم تقفي في وقت معين في حد معين وتقولي للناس لا انا ما اقدرش اعمل كده، او تقولي بينك وبين نفسك معلش الله يسامحك انا مش هقدر ارضيك، او تصفي. ينفع ولا ما تقدريش؟ طيب ايه بتعمل كده؟